نورتوني ونورتوني معاكم ياسمين. النهارده بقى جاية اكلمك على اكتر موضوع بيشغل بالنا كلنا، وهي خطوط الابتسامة ازاي تختفي وازاي الخطوط اللي عند عيننا تختفي. النهارده هقولك كريمات وهقولك حاجات تجيبيها من الصيدلية وتستعمليها، زي ما هقولك دلوقتي الخطوط دي هتختفي والخطوط بتاعة العين كمان هتختفي، ولازم نأخر ظهورها قد ما نقدر. فانا النهارده هقولك كريمات بتعالجها، بعد كده توقفي الكريمات دي وترجعي للروتين بتاعك اللي كنت ماشية عليه عادي جدا. هقولك بقى الطريقة اللي انا بعتمدها اللي بتجيب لي نتيجة هايلة، وكمان قبل ما اقولكوا انواع الكريمات لازم تعتمد الطريقه دي، وكمان هتوفري فلوس كتير قوي قوي. انت بس مش هتزودي غير حق الكريم في الروتين بتاعك وخلاص. انا بجيب اي نوع كريم من اللي هقول عليه دلوقتي بحطه بس على المنطقه اللي فيها مشكله، كل شويه احطه كل 6 ساعات زي الدواء كده بالظبط. شوفي اليوم فيه كام 6 ساعات، حطي على مدار اليوم كل 6 ساعات بحط على المنطقه بتاعت العين لو ظهر فيها خطوط، بحط على خطوط الابتسامه لو ظهر لي خطوط، بحط مثلا هنا بس الكريم اللي جايباه على قد ال4 مناطق او المناطق اللي في وشي، مش بدهن بيه وشي كله والجو ده كله كده. خلصوا بدري بدري وانا عايزه اوفر، انا وشي بس مطرح الابتسامه بس. دي اللي انا بعمله، انا بعمله لمده 3 شهور. النتيجه باخدها نتيجه علاجيه، يعني كل اللي هقول عليه النهارده علاجي مش تجميلي، يعني مش اول ما تبطلي الخطوط ترجع تاني، هتلاقي النتيجه بقت تمام توقفيه وتبتدي تستعملي الروتين بتاعك. علشان لازم ناخد بالنا من نفسنا، دي علامه بتقول لك خدي بالك من نفسك، كلي كويس واشربي كويس واهتمي بترطيب بشرتك. ابتدي باسرع كريم عشان لو انت عندك مناسبه، عندك اي حاجه خلال 10 ايام بيجيب لك نتيجه بسرعه جدا. بس انا هقول كل الاسعار بكل الفئات وانت حسب ميزانيتك وهاتي. ده كريم حلو قوي قوي قوي، بيجيب لك نتيجه خلال 10 ايام، بيعالج مشاكل البشره وبالاخص خطوط الابتسامه. دي مهمه جدا، حطي تحتيها 1000 مليون خط، لانه بيخترق طبقات الجلد بسرعه جدا، وبتحسي بالظبط بعد اسبوع المنطقه دي عاليه وما فيش خالص حتى خط او خط رفيع جدا مطرح خطوط الابتسامه. واول حاجه ده سعره 420 جنيه، هو غالي بس النتيجه فوق الخيال، لان الحاجات دي الحاجات بتاعت اي حاجه مضاده للتجاعيد بتبقى غاليه شويه، لان تركيزات الفيتامين اللي فيها بتكون عالية، تركيزات كتير قوي. يعني قعدت اقول لكم التركيزات هنقعد فتره الفيديو هنقعد فيه فوق الساعتين 3، بس التركيزات اللي فيه مهمه عشان كده الاسعار غاليه والكميه كبيره. الكريم معانا هو ايفا، ايفا المصري بتاعنا الجامد ده، بس انا هقول لك تركايه كده عشان تجيب لك نتيجه حلوه ونتيجه سريعه وحلوه قوي قوي قوي، زائد الروتين بتاعك، يعني انت تدخليه في وسط الروتين بتاعك بس برضه استعمليه على الخطوط او المشاكل اللي عندك. ممكن تستعمليه على وشك كله بس برضه الكميه بتبقى صغيره، فاحنا عايزين الكميه بس تقعد معانا فتره اطول. انا بعمل ايه؟ بجيب اكبر من سن، عندي 20 سنه اجيب بتاع 30، عندي 30 سنه اجيب بتاع ال 40، عندي 40 سنه اجيب بتاع 50، عندي خطوط عميقه، عندي جنب اعلى من جنب اجيب بتاع سن 50 سنه، انا حتى لو انا عندي 20 25 سنه اجيب بتاع السن الكبير، لان بتاع السن الكبير بيحطوا فيتامين اكتر، لان كل ما سننا بيكبر جلدنا بيكون قلق، جلدنا بيحتاج فيتامين اكتر، محتاج ترطيب اعلى. السن الكبير هيجيب لك نتيجه هايله واسرع بكتير لو جبتي السن. عشان كده دايما بنات كتير بتجيب بتاع ايفا اللي في سنها، ما بيجيبش اي نتيجه، ما بيعجبنيش، ما بيسويش، لا ما عملش معايا حاجه، وبيبطلوا يستعملوا ويبتدوا يستعملوا اي مرطب تاني. المفروض تجيبي اعلى من سنك، لان هم مقللين التركيزات، لان طبعا انت بتجيبي نفس سنك فانت عندك الفيتامين في وشك، فمش محتاجه فيتامينات اعلى او تركيزات اعلى. بس الحركه دي جابت نتيجه معايا وحلوه جدا، حبيت بس اقول لكم عليها. تالت كريم معانا هو كريم يوسين. يوسين ده من افضل 10 كريمات على مستوى العالم بالنسبه للتجاعيد، وتقدري تقري عنه، الابحاث عنه كتير قوي، والابحاث كلها نتيجه مضمونه بنسبه 99%. فدي بالنسبه لي حاجه كويسه جدا لو انا حوشت له وجبت اخد النتيجه اللي انا عايزاها لبشرتي، انا مش محتاجه اكتر من كل المنتجات. الربع الاخير من السنه بيعملوا عروض هايله على كل الكريمات وكل منتجات السكين كير، يعني انا اكتر وقت بشتري فيه الوقت ده، فانت لازم تستغلي الوقت ده، تقدري حوشي، لان هيحصل دلوقتي تخفيضات هايله جدا قبل اخر السنه، لان الناس كلها عايزه تصفي، لان طول الوقت الشركات بتاعت الكريمات وشركات التجميل كل يوم تطلع شركه جديده، كل يوم تطلع تجربه جديده، كل يوم بيطوروا المنتجات بتاعتهم. انت بالنسبه لك دي فرصه هايله، تقدري تشتري وتحوشي وتجيبي ارخص كمان من السعر الاصلي الموجود في الصيدليه. تاني كريم معانا كريم بيلا كلينيك، اكيد سمعتوا عن الكريم ده، حلو قوي، تركيزاته العاليه جدا جدا في توحيد لون البشره، وكمان اخفاء الخطوط والتجاعيد، طبعا يخفي الخطوط ويخفي اي تجاعيد حتى لو رفيعه او لسه هتبتدي تطلع، بيحسن منظرها جدا وبيحسن شكلها، وكمان بيعالجها وبيديها الترطيب المهم انها ما تزيدش. لازم نستعمل كريمات كويسه مخصوصه للتجاعيد عشان الحفر هنا، والحفر هنا ما تتحفرش قوي تضطر تروح للدكتور. احنا لا، احنا اول ما تحس ان في خط بدا يرفيع لازم كريمات مضاده للتجاعيد فورا، بس لازم تلحقي نفسك من بدري قوي. انا هقول لك كريمات لو انت بقى عندك خطوط رفيعه جدا جدا جدا، اسمها ارجانتو كولاج، ده منتج مصري حلو جدا جدا، بس النتيجه بتاعته بتطولش، يعني ممكن بعد شهرين 3 تبتدي النتيجه تبتدي تظهر بعد تاني عبوه تقريبا. الكريم ده حلو جدا للخطوط الرفيعه قوي اللي بدات تظهر، يعني بدات تحسي
في خط بسيط شادو كده خفيف احنا مش عايزينه يكتر، فنبتدي نستعمل الكريم ده. مكوناته هايله، فيتامين سي، مستخلص العرقسوس، الكولاجين، الكافيين، كمان تزود سماكه الجلد في المنطقه دي وتحسن جدا ملمسها، فدي كمان حاجه كويسه. الترطيب، الكريم اللي جاي ده، الكريم ده انا سايباه كده علشان اقول لكم ارخص كريم في مصر. الكريم ده مصري، بصوا نمبر 1 في كل الدول العربيه، كل الناس بتشتريه بره مصر، اسمه سيلينيوم اي سي اي، يا رب اكون بنطق اسمه صح، بس طبعا كل حاجه دلوقتي صورتها على الشاشه. الكريم ده سعره متخيلين كام؟ سعره 280 جنيه. كل ده موجود عندنا احنا في كريم مصري تحفه زي ده، فلو لقيتوه اشتروه فورا. الكريم ده انا بحبه جدا جدا جدا. انا لقيت واحده في البلد، انا بالصدفه بتمشى لقيت صيدليه صغننه، فبسال على الكريم ده، قال لي اتفضلي موجود. هي طبعا عبوه مش كبيره، عبوه صغيره عامله زي المسكره وكده، فحلو قوي، جميل قوي، بتجيب نتيجه بسرعه جدا، وشك ده بينور حلو قوي، وكمان التجاعيد بتختفي، المنظر كده يهبل. بس كمان مجموعه من السيرم لو انت جربتيهم على بشرتك دخليهم، بس دول مصري حلوين قوي. سيرم بتاع انفينيتي بتاع النهار والليل هايل، بتاع مضاد للتجاعيد هايل، فوق الهايل كمان، فده حلو جدا جربيه، هيفرق معاكي جدا، دخليه في وسط الروتين بتاعك، بيديكي نتيجه اسرع للناس اللي بشرتهم دهنيه جامد قوي، ما يقدرش يحطوا كريمات تقيله، يعني كريمات مضاده للتجاعيد دي كريمات تقيله، بتدي ترطيب جامد قوي. لو بشرتك دهنيه قوي 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 دخلي السيروم ده الصبح وبتاع بالليل في الروتين بتاعك، هيحسن جدا ملمس التجاعيد، فما تقلقيش، كل حاجه هنا مترتب لها كل انواع البشرات، هتتبسط جدا جدا جدا. في حركه عملتها حلوه قوي في سيروم بتاع الرو افريكان ده، حلو قوي قوي قوي، هو ده سيرم كويس جدا، بيفرد الخطوط تحت العين، بيعالج مشاكل تحت العين، وكمان بيروق تحت العين. انا عملت ايه بقى؟ انا حطيته على خطوط الابتسامه، جاب لي نتيجه فوق الروعه، فوق الروعه، وبسرعه جدا جدا، اكتر من انا كنت متخيله، يعني بالظبط فعلا 15 يوم والخطوط اختفت، اختفت مش راحت، اختفت مش اتعالجت، لا انا لقيت الخطوط اختفت وملمس بشرتي حساه طبقه واحده، يعني لا بجد، لان انا عندنا كلنا احنا بننام على جنب غير الجنب، فالجنب العالي اللي انا عندي جنب عالي وجنب واطي، بنام على جنب اليمين دايما، فطبعا الخد العالي لما بتتحكي التجاعيده بتاعته كده بتغرز اكتر من الجنب التاني، لان الخد ما بيبقاش عالي عشان نايمه عليه، فرحت جايباه واستعملته على الجنب ده بس، وما استعملتوش على الجنب ده، حطيته بس في الجنب ده، والله 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 منتهى الجمال وهايل جدا جدا، وما حطيتوش تحت عيني، بقيت استعمله على خدي، فدي نتيجه هايله بتعالج بشرتك بسرعه، وبلاش تروحوا لدكاتره بجد والله، ما تحطوش بفيلر، ما تحطوش بتوكس، كل حاجه بتتعالج، كل حاجه ليها حل، بس انت شغلي مخك كده شويه وجربي واعرفي. انا جربت وعرفت، عشان كده اعملوا بقى لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد، بتشوفوا اللي انا بعمله اللي بيجيب لكم نتيجه هايله وبسرعه جدا، مش هتتعبي نفسك، مش هتقعدي زعلانه على نفسك، الجمال جمال فعلا، الشكل والروح لازم تهتم بالاتنين، روحك وبعد كده شكلك هيطلع عليك، فما تقلقيش، كل حاجه في الدنيا ليها حل، انت حلوه وهتفضلي حلوه طول العمر، بس تهتمي بنفسك، وكمان اتفرجي على الفيديوهات اللي حواليا دي كده، واعملي لفه في القناه لو عجبك فيديو، ولو عايزه تساليني عن اي منتج او تساليني عن اي حاجه اكتبي تحت في الكومنت، واتفرجي بقى، باي باي.